والله يا استاذ دعني من التفاعل امام الناس، انا اريد ضغط، لا اريد ان يتفاعل، هم يتكلمون كانهم مواطنين معنا، لا تتكلم انت بروح المواطن، انت انسان مسؤول الان موجود، لا تتكلم بروح المواطن، لا تحدثون بما نحن نعاني، انتم يجب عليكم ان تاخذوا هذه المعاناه وتحققوا فيها وتقومون بتحقيق مطالبنا، اذا كانت المطالب التي يتم تحقيقها الان اغلب جناح الثوره خارج البلاد. وهذه واضحة، ماذا فعل مسؤول عن الدولة في حفاظ وحماية هؤلاء؟ أنا حتى أنا القنوات الفضائية كلها خارج البلاد، ماذا فعل؟ شخصياً سيد عصام، هذه أبسط حاجة، حرية التعبير التي نادي فيها التون. شخصياً سيد عصام، أؤكد لك أن 99% من الشعب الليبي دعني أقول يشاطرونك هذا الرأي وهذه النقطة أمانة.